احنا دلوقتي وصلنا لختام اسئلتنا دي اللي بتقيس ردود افعالك في الحياه هي تحت السيطره ولا لا، بس ايه رايك في حاجه معانا هنشوفها سوا عشان نكمل الفقره دي؟ يلا. يكون افضل بلكي. اوكي طب ماشي. غريبه جدا. تمام كده؟ مش دي الشنطه. لا انتوا ملخبطين خالص. مش دي. لا مش دي شنطتي. يا سيد اللي نزلت من الجيب. لا مش دي شنطتي. شنطتي زرقاء مش دي. الشنطه اللي عندنا بنحطها كل ما بيوصل. حبيبي دي مش شنطتي. يعني دي مش شنطتي، احلى من شنطتي بس مش شنطتي. اعمل ايه طيب؟ هكلم بوليس. طب خليها عند حضرتك. بقولك مش شنطتي. طب كلموا السواق. كتير قوي ده عليا مش كده ولا انا غلطان؟ طب بتحب كتير. انا مش فاهم حاجه. انا كان نكلمه رقم كام عند بوليس؟ استاذ ممكن انت ملخبط في الشنطه. انا مش عارف حتى عندكم السويتش بيقعد ساعه قبل ما يرد. نعمل ايه؟ طب الاوتيل غريب جدا، مفيش حاجه فيه صح. شيء غريب ومريب ايضا. يعني اتفضل. يدوي غريبة وشك. ازاي يحصل كل ده في لحظة؟ مليون خطأ. ده كان كله مترتب مننا عشان نقيس قد ايه انت ردود افعالك تحت السيطرة. لاحظنا ان انت حطيتها تحت السيطرة، عصبت بس كنت برضو حطت زمام الامور تحت السيطرة. لو ما عصبتش وعملت مشكلة وكده بالرغم ان هم ما ظبطوش الاوضه وجابوا لك شنطه تانية وكانوا بيتاخروا عليك، كل ده كان بيحصل عندك. انا الحقيقه استغربت جدا لانه بوليس النهارده قال لي كلمه ما فهمتهاش. نعم. او امبارح بالليل قال لي يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. هو ده بقى. هو ده انا فهمت. هو ده. فكان كله قياس بس برضو حطيت كل حاجه تحت سيطره. ده انا في رايي. معرفش لان انا ما اقدرش كمان ابقى قاسي على عامل يعني طبعا. بحس انه انت كده انت ممكن تشتم. طب بس انت ليه تاذي انسان حتى لو هو غلطان؟ هو يعني افكاره كده، مخه كده، امكانياته كده، فهتشتمه ان هو مش عارف الشنطه؟ ببقى متضايق لكن ما بحبش اذيه الاخرين، بالذات لما يكون الاخرين فمثلا في درجة اقتصادية او اجتماعية ممكن يتجرحوا من اي كلمة تتقال. طبعا اكيد.